السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم يا شباب. النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى في المحاضرة دي إن شاء الله هنحل أول لاب نطبق بيه أفكار الـ EIGRP. محاضرة النهاردة بعنوان EIGRP Basic Configuration. تعالوا نشوف هناخد إيه النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى. طبعا إحنا هنحل مع بعض لاب 15. طيب فين هو لاب 15؟ ده عندي لاب 15، أنا عندي روتر 1 متصل أبر with an upper link to router 2 ومن تحت براوتر 3، راوتر 3 متصل براوتر 4 والى راوتر 5، وراوتر 2 من فوق الى راوتر 5 على طول. دي عناوين الوان لينكس بتاعتي كلها على سلاش 30. طبعا السلاش 30 بيديني 2 available IP address، فيعتبر سكيما مناسبه للوان بوينت تو بوينت لينك. راوتر 1 انا عندي فيه اربع شبكات متصلين بيه. هتقول لي هي فين الشبكات دي؟ اقول لك ما هي دي له باك، دي زي ما احنا كده طبقنا كده في الاوس بي اف، والراوتر 5 نفس الايه القصه. طيب المطلوب مني ايه في اللاب ده؟ تعالوا نشوف المطلوب مني ايه، نمسح ده كده ونشوف الايه المطلوب مننا ايه. بيقول لك يا سيدي كونفيجر اي اي جي ار بي بتوين ار 1 ار 2 ار 3 ان ار 4 ار 3 ار 4 ان ار 5. يعني هنعمل كومبيتيشن اي اي جي ار بي ما بين الخمس راوترات دول. وبعدين بيقول لك configure EIGRP MD5 authentication on each one link. طبعا يعني انا طبعا احنا خدنا الاوثنتيكيشن والكونسبت بتاعه الكومبليكيشن بتاعته بس في الاو اس بي اف ومع الايه الريب، لكن ان شاء الله باذن الله هناخده النهارده مع الاي جي بي. يشبه في طريقه عمله عمل الاوثنتيكيشن مع الاي جي بي زي الاوثنتيكيشن مع الريب. عظيم. وبعدين بيقول لك بقى ايه، انا عايز اكونفيجر اي جي بي كلاس للسمرايزيشن اون ار 1 اند ار 5. يعني انا خلي بالك انا عندي R1 و R5 كل واحد منهم متصل بايه، في الاوكت الثالث متدرج عند ايه R1 وايه و R5. لو انت رحت بصيت تلاقي 192.168.0.0.1.0.2.0.3.0.4.0. فال4 نتوركس دول ال5 نتوركس دول هيعلن بيها R1 الى في اتجاه R2، ونفس القصه في اتجاه R3. تمام، خمسه نتورك هنا وخمسه نتورك هنا، يطلع ابديت هنا يطلع ابديت هنا، نفس القصه عند R5. انا عايز اعمل سمرايزيشن بحيث ان انا عايز اخلي R1 بدل ما يعلن عن الخمسه نتورك دول تو R2 and R3، انا عايزه لا يعلن عنهم مثلا بصيغه الخصهم في عنوان او اتنين حسب المتاح قصادي. تمام، وعندي برضو نفس القصه عند R5، عايز اعمل سمرايزيشن بحيث ان هو بدل ما يعلن عن خمسه نتوركس اللي عنده دول يعلن عنهم بصوره 2 او 1 او 2 addresses الى R2 and A and AR4. تمام، ده المطلوب مننا في اللاب ده. تعالوا كده ايه نبدا كده، بسم الله الرحمن الرحيم. انا عندي التوبولوجي هي على ال ALGNS3. نسيب بقى ال البن تابلت هنا عشان بقى ايه، عشان نكتب حاجه دلوقتي بقى، احنا عايزين نعمل كونفيجريشن. انا عندي السكيور سي ار تي عندي، خلي بالك لو انا جيت رحت شو كتبت شو اي بي انترفيس بريف على R1 هتلاقي ان هو واخد اي بي هات، وهتلاقي الاي بي هات اهي بتاعت الايه اللوب باك هي عندي دي. بدل ما اعمل طبعا ايه خمسه نتورك، ممكن اعملها على صوره فيلانز او اوصل R1 بخمس سويتشات. القصه دي انا اللوب باك هيوفر لي الدنيا شويه. تمام، نفس القصه لو عملت فيريفيكيشن على R2 وعملت شو اي بي انترفيس بريف هتلاقي برضو واخد الاي بي هات بتاعته، هو عنده بس تو لينكس هنا. عظيم، كلام جميل. على R1 هنبدا نعمل كونفيجريشن الاي اي جي ار بي، وهنا احنا عايزين نعمل ستارت كابتشر هنا بالواير شارك. اها، ادي الواير شارك اهو فتح معايا، نعمله ادجست كده عشان نخش في الكادر بتاع التصوير، وهنعمل الكابتشر على الاي اي جي ار بي بروتوكول. طبعا مش هتلاقي اي حاجه هنا فيها اي اي جي ار بي. anyway لو رحت على R1 هكونفيجر الاي اي جي ار بي كونف تي راوتر اي اي جي ار بي 1، حيث ان 1 ده رقم الاوتونوم سيستم. زي ما احنا قلنا الاوتونوم سيستم في الاجر بيوازي الاريا او النمبر اوف اريا اون او اس بي اف، لازم كل الراوترات تكون في نفس الاوتونوم سيستم. لو كانت اوتونوم سيستمز مختلفه هضطر اعمل ايه ريديستريبيوشن، ده طبعا مش قصتي دلوقتي. هيخش على سب كونفيجريشن اهو. بعد كده هنا هعلن عن النتوركس بتاعتي. عظيم. انا ممكن اكتب، طالما انا عندي كل الانترفيسز ال R1 هيعلن عنها لوب باك 0 لحد لوب باك 4، وكذلك فاصلة النزيو 0.0/1، يعني هيطلع هلو في اتجاه كل الانترفيسز دي. تمام، فانا ممكن اكتب نتورك 0.0.0.0. واضح. هنا R1 هيدخل كل الانترفيسز اللي واخده IPv4 address في
الاوتونوم سيستم بتاعت الاي اي جي ار بي. عظيم، طب كلام جميل. ولكن الافضل طبعا، الافضل ان انا هعلن عن كل شبكه لوحدها. حلو، ده كالافضل في التكنيكاليتي في الكونفيجريشن، لكن كتوفير في الوقت ان انت تكتب اربع تصفيرات طالما كل النتوركس الار 1 متصل عليها، هعلن عنها في اتجاه الاي اي جي ار بي. اما لو كان النتوركس دي منهم شويه نتوركس هيتعلن عنهم او يعلن عنهم بالاو اس بي اف، وشويه اي جي ار بي ما ينفعش تدخل السطر بتاع النتورك اربع اصفار على الراوتر اي جي ار بي. تمام كده، طيب كلام جميل. هعلن هنا، هكتب هنا 192.168.0.0 اوكي 0.0.0.255، ده الوايلد اي كارد ماسك. والوايلد كارد ماسك زي ما احنا قلنا هو حاصل طرح السبنت ماسك بتاعت الشبكه من ايه 255.255.255.0. هدوس انتر، مفيش هنا اريا زي الاو اس بي اف، لا مفيش هنا اريا. تمام، اوكي هنا نتورك، بعدين 1 بعد كده 2 3 وبعدين ايه 4. طب كلام جميل. وبعدين هلغي الاوتو سمرايزيشن، نو اوتو سمري. ليه؟ لان ار 1 هياخد الشبكات دي هيديتكت ان في اوكت التالت متدرج، وبالتالي هيعلن عنهم وكانهم 192.168.0.0/16. عظيم، يعني هيعلن هيسمرايز النتوركس دي على سلاش 16 لار 2 لار 3، يعني هيعمل كلاس فول سمرايزيشن، وده انا مش عايزه، لان معنى ان هيعلن عن الشبكات دي على انها سلاش 16 يعني كانه بيقول لار 2 لار 1 ان اي شبكه او اي اي بي ابتداء من 00 في الاوكت الثالث والرابع الى 255 متصل عندي، وده اكشوالي مش موجود. تمام، فانا هلغي الاوتو سمرايزيشن خالص. بعدين تعالى بقى ايه، لسه فاضل ال 2 لينكس دول، لان خلي بالك هنا مش هتلاقي اي جي ار بي خالص، لان انا بعمل كابتشر في الايه على اللينك ده. هو دلوقتي هيطلع هلوز في اتجاه الايه الانترفيسز اللي رايحه في اتجاه الشبكات دي، هو الرياليتي مش هيطلع لان اللوب باك مش موجود. اني واي، فانا بقى اول ما ادخل 10 0 0 0 على وايلد كارد ماسك 0 0 0 3 و10 0 0 4 على وايلد كارد ماسك 0003 تبدا يطلع في هلو في الاتجاه ده وفي الايه الاتجاه ده. تعالوا نشوف. هنكمل هنا، بصوا بقى احنا هنكتب وفي نفس الوقت هنديتكت الايه الكابتشرز، اها 0003 وبعدين اوب بص اول هلو جت اهي ديستنت فور ايه ديستنت على 224.0010. تمام، خلي بالك لان ممكن يسالها لك في انترفيو يقول لك هو الماك ادرس المالتي كاست بتاع الاي اي جي ار بي هيكون ايه، هو الماك ادرس اللي عندي اللي هو 0100 5e 0000 او 0a. تمام، الراوتر راوتر 1 بيبعت من 10.0.0.1 الى ايه ديستنيشن 224.0.0.10، ولو احنا فتحنا محتويات الهلو هنا هتلاقي هنا سيسكو اي اي جي ار بي، تعالوا كده نشوفها. هو دلوقتي بيبعت هلو، بيبعت هلو كل 5 سكند، خدت بالك بيبعت ايه هلو كل 5 سكند. هنا بيقول لك هنا راوتر اي دي، برضو الراوتر داخل الاي جي ار بي بيكون ايه ليه راوتر اي دي، بس الامر بتاع الراوتر اي دي ممكن يكون موجود على الاي او اس دي او لا. يعني ممكن لو كتبت كده راوتر اي دي، لا مش موجود هنا على ايه على الاي او اس هنا، ولكن في اي او اس فروم سيسكو انت ممكن تحدد الراوتر اي دي على الراوتر حتى لو هو داخل اي جي ار بي، لان انت ممكن تقول له الراوتر اي دي ده مش المعرف للراوتر داخل الاو اس بي اف، اقول لك لا ما هو نفس الكونسبت برضه بس داخل الاي جي ار بي. بس اعتقد الاي او اس اللي انا شغال عليها دوشو فيرجن منها دي 12.4 مش بتسبورت القصه دي، بس هي اكيد هتلاقيها في الاي او اس اللي هي 15. تمام، هنا بيقول ان انا في اوتونوم سيستم 1 البارامترز، بصوا بقى يا شباب كي 1 كي 3 ايه بواحد، كي 2 كي 4 كي 5 بزيرو، كي 6 مالكش دعوه بيها دلوقتي، يعني سكيب الايه الكي 0 دي دلوقتي. تمام، دي قصه طويله شويه ومش عليك. الهول تايم هنا كام؟ هنا 15، الهول تايم هنا 15 سكند. طيب كلام جميل. السوفت وير فيرجن بيقول لك ان انا على اي جي بي 12.4، يعني بيقول لك انا اي جي بي اوفر اي او اس 12 ايه 0.4. تمام، وطبعا هنا السوفت وير فيرجن بتاعه معرف بالهكسا ديسيمال، اما تلاقي حاجه او رقم وقبله او اكس يعني تعرف ان هو مكتوب بالايه بالهكسا ديسيمال. انا دلوقتي عندي الهلو عمال يبعتها اي ار 1، ولكن وخلي بالك اللينس بتاعتها كام 74 كيلو 74 بايت،
تمام. اللينس بتاعت الهالو بتاعت الليجر بي هنا هتلاقي كام؟ 74 بايت. طيب كلام جميل. هروح الى ار 2 تمام، عظيم. وننزل تحت كده عشان نبدا نديتكت. بس قبل ما اروح لار 2، او خلينا نرجع لار 2 ونعمل الكونكشن، وبعد كده كنت عايز اوريك اوامر الشو، بس هعملها بس بعد ما اخلص ار 2. هنكتب راوتر اي اي جي ار بي 1، وبعدين هقول له ايه نتورك 10 0 0 0 0 0 0 3، وبعدين هقول له نتورك. بص بدا يعمل ادجسنسي اهي، ونتورك 10 0 0 او ماي جاد 10 0 0 دوت 12 0 0 0 3، وبعدين نو اوتو سمري، عظيم. طيب تعالى نبص في الواير شارك. بصوا يا شباب، الهلو اهي على طول بتتبعت من 10 0 0 دوت 1، بعد كده طلعت هلو من 10 0 0 دوت 2 ده اللي هو ار 2، وبعد كده طلعت هلو من 10 0 0 دوت 1. طب كلام جميل. وبعدين فضلوا يتبادلوا الهلوز لحد ما في راوتر اللي هو 10 0 0 دوت 2، ولا مين؟ لا لا لا، 10 دوت 0 دوت 0 دوت 1 بعت ابديت، بعت ابديت ل 224 0 0 10 تمام. اللينث بتاعتها 223 بايت. هنا بيعلن فيها عن النتوركس بتاع المتصل عليها تمام. هنا بيعلن عن ايه النتوركس اللي ايه متصل عليها تمام. و10 دوت 0 دوت 0 دوت 2 بعت رساله يونيكاستلي الى 10 0 0 دوت 1 تمام. الابديت دي اللي هتلاقي فيها الراوتر 2 بيقول فيها الراوتر 1 انا متصل على جي بي اوتونوم سيستم كام، لكن ما بيقولوش هنا الايه النتوركس بتاعتي ايه، هيقولها في الابديت الثانيه. لان خلي بالك الابديت الاولانيه فيرجن 1 اللي احنا اتكلمنا عنها، الراوتر بيقول فيها انا متصل على اوتونوم سيستم كذا، ما بيقولش انا متصل بالنتورك كذا تمام. فلو في كومباتيبلتي ما بينهم اللي هم في نفس الاوتونوم سيستم، الراوتر يبعت راوتر 2 هيبعت ايه ابديت ثانيه بس فيها الايه النتوركس بتاعته. الابديت الاولانيه بتتبعت يونيكاست، بتتبعت سورس 10 0 0 2 الى 10 0 0 1، اما الابديت الثانيه اللي راوتر 2 هيبعتها لي بالشبكات المتصل جواها او الشبكات اللي هو متصل عليها هنا في اللي هي هنا في الابديت دي، هتلاقيها مبعوته دي مالتي كاست. فمالتي ايه؟ مالتي كاست تمام. لو جيت دخلت هنا لا مش دي، المفترض اللي هي فين ابديت ايو ثواني. كل ده عمال يبعت ابديت فيرجن 1 لسه، بعدين ادي ثواني ايوه ادي الابديت اللي هي فيرجن 2. بص بقى تلاقي هنا بالابديت فيرجن 2، يعني اعتبرها كده كان في ابديت 1 ابديت 2. ابديت 1 بيبعتها 10 0 0 دوت 2 راوتر 2 الى ايه الى 10 0 0 دوت 1، بيبعتها لنيو كاستلي اللي الراوتر متصل عليه على الوان لينك. اما الابديت اللي هي فيرجن 2 اللي هو بيبعت عليها النتوركس بقى بتاعته والكلام ده كله، ده بيبعتها تو ديستنيشن 24 0 0 10، دي مالتي كاست باكت تمام. وهنا فعلا هنا بيقول الايه الشبكات اللي هو متصل عليها اوكي، يعني الانترنال راوت 10 0 0 دوت 12 بيقولها الى مين؟ الى ار 1. هو ليه ما بيقولش ار 1 انا متصل ب 10 0 0 8 انا اسف 10 0 0 0، لان ار 2 متصل مع ار 1 على 10 0 0 0 تمام. فهو اكيد مش هيروح يقول لار 1 انا متصل 10 0 0 0، وار 1 هو عارف اصلا الشبكه دي، عظيم حلو. طبعا هنا خلي بالك هنا الايه الالو اك والقصه دي كلها اهي تمام. طبعا الواير شارك مبين لي حاجه غريبه قوي، جايب لي الابديت فيرجن 2 بتاع 10 0 0 1، الابديت فيرجن انا اسف ابديت فيرجن 2 بتاع ار 1، وبعدين من تحت جايب لي الابديت فيرجن 1 بتاع ايه بتاع ار 1، يعني جايبها بالعكس. مش عايزك تركز في الايه في القصه دي، يعني الواير شارك اوقات ايه بيلخفن منك شويه ماشي، اوقات بيلخفن منك شويه. يعني هو حتى بص خلي بالك، يعني الابديت هنا طلع على تايم انترفال 518.756748، وفيرجن 1 طلع 76 فين اهي 76، يعني مفترض بعده ما اعتقدش، يعني مفترض يعني مفترض دي تكون قبل دي، خدتوا بالكم؟ فدي مش مشكله، ممكن الوار شارك في الجزئيه دي اللي هي اوقات يعني ايه يكون في عنده لخبطه شويه في التايم اوف باكيتس تمام. يعني مفترض ده الترتيب
حتى لو احنا بصينا عليها في الاي او اس هتلاقيها نفس الترتيب ده. المهم هنا طبعا 10.0.0.2 اللي هو ار2 قال لار1 هلو اك، يعني اكنولجمنت انا استلمت منك الابديت بتاعتك. وبرده نفس القصه راوتر 1 بعت لراوتر 2 هلو اك، تمام دي القصه بتاعتي تمام. فانا ولو انا رحت الى ار1 اوكي، بصوا بقى انا هروح الى ار1 وهعمل ديباج اي بي اي اي جي ار بي اوكي 1 وبس كده، ادوس انتر. حلو عظيم. وهروح الى ار1 واكتب واروح على ممكن اعمل كلير اي بي راوت استريك. هنا يبدا يعمل النيجوشيشن من ايه من اول وجديد، فبالتالي اقدر اشوف الديباج من اول. راوت انستول فور 10.0.0.12. لا ممكن نروح على انترفيس باس ايثرنيزيوس لزيرو شوت داون اهو. ايوه كده نو شوت داون. ايوه اوه 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 اوه. طب ماشي اوكي. طيب اول ما عملنا شوت داون فين الشوت داون؟ عملنا نو شوت داون، بدأ يعمل الرساله الريليشن من اول وجديد. هنا ديفولت اي بي راوتنج تيبل بعت دو ادفر. بص بيقول لك هنا ايه، ان بعت اعلان عن 192.0.0/24 تمام دو ادفرتايز اوت فاست ايثرنت اهو. ممكن يعني اوه ماي جاد كده، انا عايز بس ادجست الايه اهو. بيقول لك انا دلوقتي من فوق اهو قال لك عارفين 192.0.0 سلاش 24 دو ادفرتايز اوت فاست ايثرنت 0 سلاش 0، يعني اعلن عن 00 سلاش 24 اللي هي اول شبكه هنا اوت فاست ايثرنت 0 سلاش 0 والمتريك بتاعتها كذا تمام، واعلن عن 1 0 والمتريك بتاعتها كذا في ثاني سطر المتريك بتاعتها كذا تمام، و2 0 3 0 هوب. وبعدين قال لك ايه؟ قال لك اعلن عن 10 0 0 دوت 4 سلاش 30 اوت فاست ايثرنت 0 سلاش 0 والمتريك بتاعتها كذا، و10 0 0 0 فاست ايثرنت 0 سلاش 0 بص وهكذا بقى تمام. وبعدين ايه هنا بيقول لك بروسيسنج انكمينج ابديت باكيت. هنا بيقول لك انا بعمل بروسيس على الانكمينج ابديت باكيت، في استلم ابديت باكيت من ار2 تمام. وبعدين اهو دلوقتي بيستلم اهو. يا سلام بص بيقول لك بروسيسنج انكمينج ابديت باكيت برضو مره تانية، يعني استلم ابديت من ار2 بيقول لك انا بعمل لها بروسيس دلوقتي. وبعدين اكتشف ان هو متصل ان او عرف عن طريق الابديت بتاعت ار2 ان في 10.0.0.12 اللي هي دي الشبكه دي تمام، المترك بتاعتها 30720 اني واي. وبعدين بيقول لك راوت انستولد فور 10.0.0.12، يعني انا دلوقتي ايه حط ال 10.0.0.12 حطها فين؟ انستولد حطها في الراوتنج تيبل عنده. دي الايه بعض الديباج اللي ممكن تفيدك في الاي اي جي ار بي، وبيقول لك statistics كويسه تمام. طيب ممكن ديباج اون ديباج اول في برضو ديباج اي اي جي ار بي باكيتس. ايوه هي دي الواحد عايزها. ايوه كده تمام. اوه ماي جاد تمام. اون ديباج اول تمام. انترفيس رينج خش بقى على ايه كومبتي انترفيس رينج باص تونيزيوس لزيرو الى 1 شوت داون. حلو عشان اعمل ريست تمام. طيب دو ديباج اي اي جي ار بي باكيتس. حلو تمام عظيم. وبعدين هقول لهم نو شوت داون. اها حلو 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 هو 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 هو. تمام بص كمية الرسائل اللي بتيجي عندي بقول عظيم اطلع فوق خالص بقى. بص يا سيدي وانس ان انت جيت عملت النو شوت داون، فين النو شوت داون اهو. بعد كده بيقول لك بعت هلو على لوب باك 3 بعت هلو على مش عارف ايه القصه دي كلها، سيبك من اللوب باك والقصه دي انا لا يعنيني بشيء كده. بيقول لك بعت هلو على فاصل 0.0 تمام، واستلم ابديت ريسيفد ان ابديت اون فاصل 0.0 فروم مين النيبر مين 10.0.2. ار1 بيقول لك انا استلمت ابديت من 10.0.2
وبعدين اهو بعد كده بيقول لك انا سندنج ابديت اون باس 10.0.0 اون باس 10.0/0 على النيبر 10.0.2، بيقول لك ان هو بعت بقى ابديت الى راوت R2 تمام. وبعدين بيقول لك استلم هلو من النيبر 10.0.0.2 اللي هو من R2 تمام. وهنا يعني هنا بقى بيبين لك بقى استلم ايه هلو، استلم مش عارف ايه. هنا بيقول لك ريسيفد ابديت برضو من 10.0.0.2، وبعد كده هنا بيقول لك ريسيفد اكنولجمنت، استلم اكنولجمنت من 10.0.0.2 ل 10. راوتر 2 استلم ابديت من ايه، من R1، فراح بعت له، بعت لR1 ايه اكنولجمنت، فR1 بيقول لك انا استلمت الاكنولجمنت تمام. وبعدين بعت ابديت تاني اوكي، وبعد كده استلم ابديت، وهكذا لحد طبعا ما يسطبوا الايه الراوتنج تيبل بتاعتهم. وبعد كده بيقول لك هنا بيبعت دلوقتي اكنولجمنت على فصل 10.0/0 للنيبر 10.0.2. طيب في تعالوا بقى نكمل R3، تعالوا نكمل ايه الكونفيجريشن بتاعت R3. كومبتي راوتر اي اي جي ار بي 1 نتورك، وريني يا سيدي 10 0.0.4. افضل حاجه خلي بالك في تسطيب الاي اي جي ار بي، ادي النو اوتو سامري الاول وبعد كده دخل سطور النتورك بتاعتك. وبعدين هنا 8 عظيم. وكده اروح الى R4 اوكي. كونفتي انترفيس رينج باس لا انترفيس رينج ايه الراوتر اي اي جي ار بي 1، انا طبعا لان مدي الايبات اصلا نو اوتو سامري. وبعدين نتورك 10.0.0.8 0.0.0.3 و16 ونو نشط داون ايه بس تقريبا في امر هنا نوشت داون، لا النوشت داون موجوده في الاي اي جي ار بي بس مع اي بي في 6 مش اي بي في 4، قلت يمكن تكون ممكن تكون موجوده. anyway انا خلصت R4 اهو، هروح على R5 كونفيتي. ممكن بص بقى في الار 5 تعمل ايه، راوتر اي جي ار بي 1 ممكن تكتب نتورك 4 اصفار وبعدين نو اوتو سامري. يعني انا اعلنت عن كل الشبكات المتصل على ايه ار 5. يعني مش هاندي قوي الا في حاله التايم، يعني مش مفيده قوي الا في حاله انك عايز توفر وقت انت تكتب نتورك 4 اصفار يعني اوكي. وخطيره جدا خلي بالك، لازم تتاكد ان كل الشبكات المتصله على ار 5 كلها متصله انت عايز توصلها جوه الاي جي ار بي، مش شويه منهم او اس بي اف او ريب وشويه منهم اي جي ار بي. ساعتها ال4 اصفار دي هتدخل لك اللي بتوع الاو اس بي اف في الاي جي ار بي، وهتلاقي ايه الدنيا ايه اتلخبطت معاك، بقت سمك لبن تمر هندي يعني تمام. هتروح هنا الى ار 1 اهو، ممكن من ار 1 بقى بص بقى اهو، تعالى بقى ايه نتشيك على الايه، احنا عملنا تشيك على الديباج وعملنا اناليزيس على الواير شارك. ممكن شوف بقى اوامر الشو، شو اي بي اي اي جي ار بي نيبرز، هات لي النيبرز اللي في الاوتونوم سيستم 1 عظيم، وادوس انتر. يقول لك ان انا عندي تو نيبرز، نيبر 1 نيبر 1 عندي 10.0.6 ده اللي هو مين؟ ده راوتر 3، بيقول لك انا متصل بيه عن طريق فاست ايثرنت 0 سلاش 3 تمام؟ وعندي 10.0.0.2 ده اللي هو R2 ومتصل بيه عن طريق فاست ايثرنت 0 سلاش 0. طبعا انت ممكن من النيبرز دي ممكن تحدد، طب هات لي النيبرز اللي في فاست ايثرنت متصلين على فاست ايثرنت 0 سلاش 0 تمام؟ بيقول لك اه ده انا على 0 سلاش 0 متصل بمين؟ متصل ب R2 تمام؟ طيب كلام جميل. ممكن تكتب شو اي بي او شو اي بي بروتوكولز اوكي على الراوتر. يقول لك هنا ايه، يقول لك هنا الراوتنج بروتوكول از اي جي ار بي 1، انا مسطب الاي جي ار بي 1 على ار 1 تمام. بيقول لك المتريك ويت بتاعت الاي الاي جي ار بي تمام، كي 1 ب 1 كي 2 ب 0 كي 3 ب 1 كي 4 ب ايه ب 0 كي 5 ب 0 عشان يظبط لك المتريك تطلع لك في السمبل متريك بتاعتك اللي هي 256 في قوس 10 اس 7 على باندويث كيلو بيت بير سكند بلس اي اول لينكس ديلي تمام. هنا طبعا ما فيش ديستريبيوشن اصلا. بيقول لك راوتنج فور نتوركس، هو دلوقتي ار 1 مدخل الشبكات دي عنده في الايه في الراوتنج اوف اي اي جي ار بي، يعني في الاي جي ار بي بيعلن عن الشبكات دي في الاي في الايه في الاي اي جي ار بي. راوتنج انفورميشن ريسورسز، بيستقبل النتوركس اللي عنده على الراوتنج تيبل بتاعته من مين؟ بيستقبلها من 10.0.2 اللي هو الفيرست نيبر عنده، و10.0.6 الفيرست نيبر برضه عنده
طيب كلام جميل. خلي بالك اللي هي الانترنال اي جي بي الادمنستريتيف ديستانس بتاعته 90، الاكسترنال هنا بتاعته ايه 170. وايه هي الاكسترنال؟ الاكسترنال من الاخر ان راوتر 1 استلم شبكه عن طريق اي جي بي عادي، بس الشبكه دي اصلا كانت في او اس بي اف او ريب، واتعمل لها ريديستريبيوشن انتو اي اي جي ار بي، وبعد كده راحت الار 1 جوه الاي جي بي. هنا ار 1 يعتبر ان الشبكه دي اصلها منين، اصلها مش من الاي جي بي، فبيعتبرها اكسترنال اي جي بي، وده الادمنستريتيف ديستانس 170. ممكن تكتب شو اي بي، لا شو انترفيس، لا شو اي بي، شو اي بي انترفيس فاست ايثرنت 0 سلاش 0 تمام. بيقول لك هنا از اب لاين بروتوكول از اب اوكي اعتقد لا يعني مفترض يكون متبين هنا، اعتقد لا الامر ده مش ايه مش هيساعدني قوي يعني. لكن ممكن انا هكتب شو اي بي اي جي ار بي انترفيسز وادوس انتر، يجيب لي الانترفيسز اللي داخله مع الاي اي جي ار بي. الانترفيسز ايه اللي داخله مع الايه الاي اي جي ار بي؟ كل الانترفيس دي داخله في الاي اي جي ار بي، داخله في الاي اي جي ار بي راوتينج بروتوكول تمام على ار 1. ممكن تكتب التوبولوجي تيبل والنيبر تيبل، ده النيبر تيبل، انا اسف لا لا مش نيبر، شو اي بي اي جي ار بي نيبر ده شفناه، ده جدول النيبر تيبل. فين جدول التوبولوجي تيبل؟ شو اي بي اي جي ار بي توبولوجي تمام، وانا عايزه انا عايز اقول له هات لي التوبولوجي تيبل بتاعت الاي جي بي اوتونوم سيستم 1 اوكي، فدوس انتر. بص بقى ده جدول الايه، جدول التوبولوجي تيبل. بيقول لك يا سيدي انا اهو انا مثلا بالنسبه للنتورك 172 اهي 00 انا عندي 1 سكسسور، الفيزبل ديستانس بتاعته 158720 بين 172 16 00/24 اللي هي اول شبكه متصله هنا على ايه على ار 5. فبيقول لك ان انا عندي 1 سكسسور ليه فقط تمام. طالما مش مخزن لك المفترض يعني خلي بالك، لان هو ممكن يقول لك ايه لا انا عندي 1 سكسسور وتلاقي تحت هنا عنوانين، يعني بيقول لك انا 182.00 عندي 1 سكسسور فيزبل ديستانس بتاعت الراوت دي 158.020، ده بيقول لك انا بروح عن طريق ايه 10.002 تمام. طب كلام جميل حلو، طالما ما جابلكش في السطر هنا خلي بالك جاب ما جابلكش في السطر ده الا سطرين تمام، هو جاب لك سطر واحد يعني انا حاطط لك السكسسور بين انفيزبل سكسسور، هو ليه طريقين، الطريق الاولاني عن طريق ار2 وفي عن طريق ار3، فين الطريق بتاع ار3؟ ما اعتبروش فيزبل سكسسور فما خزنوش عندك في الجدول ده، ما خزنوش عظيم. طيب كلام جميل جدا، ليه؟ لانه لم يحقق القاعده، لانه ايه لم يحقق القاعده. طب عشان نعرف ليه تعال نبص نحط هنا، تعال نقيد الاستاتستكس دي. بصوا يا شباب انا عندي الراوت، انا يعني هدرس على الشبكه دي تمام، هاخد كده ايه هعلم عليها كده وهكتب من فوق 172 ل 172 تمام. الفيزبل ديستانس بتاع ايه يعني هو بالنسبه ل 172.00 عنده 2 راوتس ماشي، 1 راوت وسكند راوت تمام. طيب الفيزبل ديستانس بتاع الفيرست راوت اللي هو ار 1 بيقدر يروح عن طريق ار 2، طب الفيرست الفيزبل ديستانس بتاعته كام؟ هو مقيدها عندي كام؟ تعال نبص 158 720 158 720 والادفيرتايز ديستانس كام؟ ب 156160 156000 ايه 160. طيب السكند باس عندي مش معروف، يعني انا مش عارف السكند باس، هو مش مخزنه هنا التوبولوجي تيبل، مش مخزنه فمش جايب معلومات عنه. خلي بالك ان ده الفيزابل ديستانس بتاعت الايه الراوت بتاعت السكسسور، وده الادفيرتايز ديستانس بتاع السكسسور تمام. انا عشان اجيب الادفيرتايز ديستانس والفيزبل ديستانس بتاع السكسسور ممكن اعمل حاجه من اتنين، اما اني افصل الكابل ده اوقف الفاست تنزيوس لزيرو فهجبر الراوتر 1 يروح عن طريق السكند باس فيجيب لي السكند باس ك 1 سكسسور ويجيب لي المعلومات بتاعته هنا، او اما اني اروح للراوتر 3 واشوف ار 3 بيروح للشبكه دي بمتر كام ويعتبر ده الفيزبل ديستانس تمام. طيب كلام جميل، او الطريقه الثانيه ان انا هحسب الفيزبل ديستانس من عند زي ما احنا قلنا كده من ار 3 الى الشبكه دي اوكي، وبعدين هحسب التكلفه الوصول من ار 1 الى ار 3، فبكده جبت التوتال، جبت يعني اما اعرف
ار 3 او اعرف الفيزيبل ديستانس من عند ار 3 الى 192 1600 وبعدين تكلفه الوصول من ار 1 الى ار 3 كده حسبت الفيزيبل ديستانس بتاع ايه المسار الثاني كله. وتكلفه الوصول من ار 3 ل 192 1600 تعتبر هي الادفيرتايز ديستانس بالنسبه لار 1، خدتوا بالكم؟ تمام. لان من الاخر احنا قلنا ان الاف دي او الفيزيبل ديستانس تكلفه الوصول من عند ار 1 كاملا الى ايه الى 192 1600 على المسار الثاني، احنا عايزين نحسب الكلام ده المسار الثاني. ومن عند ار 3 ل 192 1600 ده يعتبر الادفيرتايز ديستانس بتاع ايه ار 1. تمام. طب كلام جميل حلو. فانا عندي تعالوا نروح كده الى ايه ار 3 وهقول له ار 3 شو تو اي اي جي ار بي اي بي اي اي جي ار بي توبولوجي. تمام. وممكن اقول له انا عايز التوبولوجي على الشبكه اللي هي 172 توبولوجي تيبل بتاعت الشبكه اللي هي 172 1600 سلاش 24 وادوس انتر. فهيقول لي يا سيدي ان انا بطلع لها عن طريق 10 00 دوت 10. تمام. وان سكسسور اهو الفيزابل ديستنس بتاعتي 158720. فاحنا هنكتب هنا الفيزابل ديستنس بتاع المسار الثاني 108 انا اسف، خلي بالك خلي بالك، من عند ار 3 كفيزابل ديستنس الى ارفا الى الشبكه دي الشبكه دي تمام يعتبر الادفيرتايز ديستانس بالنسبه لار 1، صح ولا لا؟ فانا هكتب الرقم ده في الادفيرتايز ديستانس 158720. تمام. طيب كلام جميل. الفيزابل ديستانس بقى اللي هو من عند ار 1 الى الشبكه كلها قد ايه؟ بمنتهى البساطه هنروح نعمل حسبه بقى، تكلفه الوصول من من ار 1 الى ايه ار 3 هيكون ايه؟ هيبقى هنضرب 256 في 10 اس 7 على ايه على 10 اس 5. تمام. اللي ده الباندويتس بتاع الفاصل ايثرنت من عند ار 1. تمام. طيب كلام جميل. زائد ايه المتريك، انا اسف، الديلي اللي هو المفترض هقسمه على 10. عظيم، حلو قوي. فهيديني المفترض كالكوليتر، طلع الكالكوليتر. فانا عندي 10 اس 7 10 اس 5 يديني 10 اس 2، يعني 100 زائد 100 زائد 10 في 256 المفترض يديني 28160. تمام. اوه ماي جاد، 28160. حلو. فالفيزبل ديستنس من عند ار 1 للشبكه كلها كام؟ اذا كان من ار 3 الى ال 192 1600 هتكون 158720 عند ار 1 لار 3 28160، فهجمع الاثنين مع بعض يديني الفيزبل ديستنس. فهجمع 28160 زائد 158720 هيديني 186880 186000 كام بقى؟ 186880. او ممكن نحسبها خلي بالك بطريقة تانية. تمام. اذا كان انت عارف ان الباندوتس، انت عارف الباندوتس والديلي هنا صح، والباندوتس والديلي هنا والباندوتس والديلي هنا. تمام. وبرده الباندوتس والديلي عند اللوب باك، وانا لو رحت لللوب باك وعلى ار 5 رحت كتبت شو دو شو انترفيس لوب باك 0 هيقول لي ان الباندوتس بتاع اللوب باك 800000 كام؟ بص 8 مليون، والديلي بتاعه 5000 مايكرو سكند. فانت ممكن تحسب ايه بمعلوميه القيم دي، ممكن تحسب المتريك ات اول من ار 1 الى ايه 192 1600. تمام. عن طريق ان انت هتضرب ايه 256 في اقل باندوتس، يعني هتفتح كده قوس اقل باندوتس اللي هو 100 ميجا بت بير سكند. تمام. فانت هتقول 10 برضه اس 2 اللي هي 100 زائد ايه زائد 10 زائد 10 زائد 10. تمام. زائد 5000 على 10 ب 500، فانت هتقول 10 30 ادي كده 10 10 10 30 و500 بقى 530 زائد 530 ونقفل القوس وهنشوف ده كل ده هيدي كام. 161280. هل طلع نفس الرقم؟ تقريبا لا، تقريبا لا، 161280 بس. هو ده المتريك على فكره، يعني هو ده المتريك من عند الفيزيبل ديستنس من عند ار 1 الى ايه 192 1600. الحسبه المفترض صح يعني، بس هنا بقى في مشكله ولا ايه؟ ممكن تكون الحسبه دي فيها مشكله، بس اني واي هو المفترض يطلع الرقم ده اللي هو 161280. 161280
وستين، 1280. تمام ماشي. مش 186,000، لا ممكن تكون في حسبه غلط يعني، بس اني anyway، انا ممكن احسب الفيزبل ديستانس من اندر 1 للشبكه دي بمعلوميه الباندوتس والديلي عند كل انترفيس في اتجاه الشبكه. تمام طيب كلام جميل. مش ملاحظ ان في المسار الثاني الادفرتايز ديستانس بتاعه بيساوي الفيزبل ديستانس عند السكسسور، فهل يتحقق القاعده؟ هل يتم اعتبار المسار الثاني فيزبل سكسسور؟ الاجابه لا، لان لازم يكون اقل، صح ولا لا؟ تمام طيب، انا عشان اتاكد من الحسبه بتاعت المسار الثاني دي انا ممكن هعمل الاتي، انا هقفل فصل التمييز 0 ل 0، فبالتالي اروان مش هيقدر يروح ايه ل 192 16 0 عن طريق السكسسور بتاعه، صح ولا لا؟ فبالتالي المفترض خلي بالك هيبعت كويري الى ار 3، صح ولا لا؟ تمام هيبعت ايه كويري الى ار، وده اللي هنعمل له كابتشر على الايه الواير شارك. تمام طيب انا هروح الى هعمل له كابتشر على الواير شارك، فانا بالتالي هاخد الكويري انا عايز اتكت برضو الباكتس بتاعت الكويري اللي هيبعتها ار 1 لار 3، اقول له هل انت تعرف عن 192 16 0 0؟ لان انا قلت لك ان مسار 2 مش هيتضاف كفيزبل سكسسور، ولكن ار 1 لما يفقد السكسسور بتاعه هيبحث عن مسار بديل. تمام اما لو كان المسار الثاني هو فيزبل سكسسور فهينقل النقل مباشر. تمام كده طب كلام جميل. ده هنا فانا عايز اتكتب باكتس بتاعت الكويري اما افصل 0 سلاش 0 اما اعمل لها شوت داون، وكذلك انا عايز اشوف برضو المعلومات بتاعت المسار ده فعلا زي ما انا حسبتها عندي ولا لا. تمام فهنا هنروح على ار 1 وهنروح على كونف تي فاست ايثرنت 0 سلاش 0 شوت داون. حلو عظيم جدا جدا جدا. تعالوا نشوف كده هل بقى هنا ار 1 هيبعت. انا اسف انا ما عملتش كابتشر على اللينك، اللينك ده المفترض اعمل كابتشر على اللينك ده. تمام طبعا هو هنا مفيش اي باكت كوري جت، لان المفترض يعني طب انا هعيد الايه الريست الثاني، هعيد الريست الثاني شوت داون نو شوت داون نو شوت داون. تمام فتحت اهو 0 سلاش 0 هنقل عليه على طول. تمام اوكي دو شو اي بي اي اي جي ار بي توبولوجي 16 0 0 بيروح عن طريق اهو 10 0 0 2. طب تمام هعمل بقى ايه شوت داون، هقفل البورت اهو. بص 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 بعت هنا فين في كويري انا لاحظتها هنا، في كويري انا لاحظتها هنا اهي كويري هنا 10.0.0.5. بص اللي هو مين اللي هو اي بي راوتر 1 على الشبكه دي، بعت هنا في الاتجاه ده طلعه في اتجاه المالتي كاست 224.0.0.10 كويري. فمين بقى اللي استلم الكويري؟ ار 3. تمام فبعدين ار 3 اللي هو 10.0.6 رد يونيكاستلي على 10.0.0.5. طب تعالى افتح الكويري، هو هنا في الكويري بيسأل عن مين؟ بيقول لي ار 3 هل تعرف الشبكات دي 0.12 40 116 40 0010 20، وكمان هل انت تعرف 10.0.0.0؟ خدت بالك ان مع انها تقول لي ار 1 ما هو متصل مباشره 10.0.0.0، ازاي هيسأل ار 3 انت تعرف الشبكه دي ولا لا؟ اقول لك اصل انا قفلت فصل 8 0 0 فيعتبر ار 1 ملوش اتصال على الشبكه دي. تمام عظيم. فراح رد عليه، خلي بالك بقى هنا اما ار 3 استلم الكويري ار 3 راح رد بايه؟ باكنولجمنت زي ما احنا قلنا، بعد كده رد راح بعت الريبلاي. الريبلاي هنا اهو تمام، بعت فعلا المعلومات بتاعت الايه الشبكات اللي ار 1 سال عنها. تمام وبالتالي هروح بقى هنا الار 1 واقول له ايه، بص بقى خلي بالك من الجدول هنا التفاصيل بتاعت الشبكه دي اهو بيروح عن طريق 10.0.2. المفترض اما اعمل نفس الامر هيقول لي ان انا بروح للشبكه دي عن طريق 10.0.0.6. كلام جميل. بعمل شو اي بي اي اي جي ار بي توبولوجي 172.16.0.0/24، فهنا هيقول لي ان انا عندي 1 سكسسور. تمام وان انا اقدر اروح عن طريق 10.0.0.6، صح ولا لا؟ تمام ادي الفيزبل ديستانس اهو 161 280 زي ما احنا قلنا فيزبل ديستانس اهو، والادفيرتايز ديستانس اهو. تمام هل مطابق للقيمه اللي احنا طلعناها؟ اهو ده المسار الثاني فعلا، صح هو مطابق اهو. فطبعا الادفيرتايز ديستانس هنا لانه بيساوي الفيزبل ديستانس بتاع السكسسور فمش هيضيفه، مش هيضيف مسار اثنين.
كايه كفيزبل سكسسور، بس انا خليته يعتبره سكسسور اللي انا فصلت السكسسور اصلا. تمام، طب كلام جميل. طب تعالى نرجع الدنيا كلها زي ما كانت، فصل تناجي وشازير ونشط هنرجعها ايه زي ما كانت. تمام، وعايزين نلعب لعبه، احنا عايزين نخلي المسار الثاني ده يتضاف غصب عنه الى ايه؟ يتضاف ك سكسسور، فيزبل سكسسور عند اروان. طب هنعمل القصه دي ازاي؟ هنعمل القصه دي ازاي؟ عايزين نقلل اما قيمه الديلي على البورت بتاع، خلي بالك انت عايز تقلل الادفرتايز ديستانس، فانت قلل لي من اخر، انا عايز اقلل قيمه المترك من R3 الى ايه؟ 192 16 00، صح ولا لا؟ تمام، فانا ممكن اقلل قيمه الباندوتس هنا او الديلي، او ممكن اقلل قيمه الباندوتس هنا او الديلي، او ممكن اقلل قيمه الباندوتس، انا اسف، لا قيمه الديلي فقط عند الايه؟ قيمه الباندوتس او الديلي برضو عند اللوب باك. ممكن اقلل يعني اني اقلل الباندوتس او الديلي هنا او هنا او هنا، ممكن اقلل الايه؟ المتريك او الفيزبل ديستانس من عند R3 الى 192 16 00 اللي هو الفيزبل ديستانس من عند R1 الى مين؟ انا اسف، الادفرتايز ديستانس من عند R1 الى مين؟ 16 00. فانا ممكن اروح لايه؟ انترفيس من عند R3، هروح الى R3 وهشوف فين الانترفيس اللي رايحه في اتجاه 192 16 00 الى فاصل 2 0 سلاش 1، هروح الى فاصل 2 0 سلاش 1 واقلل الديلي. مثلا ممكن اكتب ديلي، تمام، اللي انا هكتبه ده انتنز اوف مايكرو سكند، ممكن اكتبه 5. حلو كده، تمام، عظيم، حلو. فالمفترض هنا الديلي هنا قللته، تمام، فخلي بالك هنا الادفرتايز ديستانس هيكون كام بقى؟ قال لك احسب من عند R3 الى 172 16 00، تمام، يبقى المفترض هيكون كام؟ المفترض هيكون 256، 256 في 10 اس 2 زائد، تمام، 5 زائد 10 زائد ايه؟ زائد 500، عظيم. طيب ده المفترض هيكون كام عندي هنا بقى؟ 256، تعالى نحسب ايه، 100، 100 زائد 500 زائد 15 في 256، المفترض هيديني 157 440، تمام، فهيقلل لي ده الفيزابل ديستانس من عند R3 الى الشبكه دي اللي هو الادفيتاز ديستانس من عند R1 الى ايه؟ الشبكه دي، فهيقللها لي لكام؟ ل 157440، 440. حلو كده، طبعا قيمه الفيزابل ديستانس هنا برضو هتختلف، تمام، المفترض هتكون كام هنا بقى؟ المفترض يا سيدي هتكون برضو 256 وافتح قوس في 100 زائد 500 زائد 10 زائد 5 زائد 10، 160,000. ده بالنسبة للمسار الايه؟ التاني. تعالى بقى روح الى R1 واعمل show IP EIGRP topology table topology. بص بص بص، 0 0 قال لك اهو انا عندي 1 سكسسور، ادي السكسسور اهو، قال لك لان الفيزابل ديستنس بتاعت السكسسور اهو، تمام، اهو، عظيم، حلو، كلام جميل، وده الادفرتايز ديستنس بتاع السكسسور، وقال لك انا عندي بقى هنا فيزابل سكسسور والفيزابل ديستنس بتاعته 160,000 والادفرتايز ديستنس بتاعته هو 157,440، زي ما احنا حسبنا ولا لا؟ زي ما احنا حسبنا، صح؟ كلام جميل، فضاف لك المسار الثاني خلاص كفيزابل سكسسور. هتقول لي هنا يا باشمهندس هو كاتب هنا 1 سكسسور ولكن في عندي سطرين، صح؟ طب ما انا ممكن اتلخبط واعتبر ان السطرين دول هم السكسسور، اقول لك لا، هو هنا كاتب لك الفيزابل ديستانس ايه؟ 158,720 بتاع السكسسور، فانت مطرح ما تلاقي 158,720 في خانه الفيزابل ديستانس تعتبر ان المسار المكتوب في خانه الفيزابل ديستانس بتاعته هو الرقم ده، فده يعتبر الايه؟ السكسسور. الثاني هتلاقي الفيزابل ديستانس 160,000 فيستحيل ده السكسسور، صح ولا لا؟ تمام؟ اما لو الاثنين اصلا، ده السبب الاولاني، والسبب الثاني لو الاثنين اصلا دون سكسسور هيكتب لك من فوق تو سكسسورز مش وان سكسسور، عظيم. اوكي، كلام جميل جدا. ده بالنسبه للايه؟ عملنا بقى ديباج كتير وعملنا فيريفيكيشن على المتريك، تمام. تعالوا بقى نرجع، طالب مني ايه بقى؟ طالب مني اعمل اوثنتيكيشن، تمام، انا هعمل اوثنتيكيشن بالكي تشين، والقصه دي زي ما احنا خدناها في الاو اس بي اف كومب كي، هكريت كي تشين، كي تشين واسميها واكتب ادي لها رقم 1 مثلا كي 1،
كي سترينج مثلا خليها سيسكو 1 2 3، لابد من تطابق رقم الكي والكي سترينج ما بين الراوترات وبينها وبين بعضها، تمام؟ ثم هخش هرجع اكزيت انترفيس فاست ايثرنت 0 ل 0، ممكن اكتب بقى هنا انترفيس رينج فاست ايثرنت 0 ل 0 الى 1، واكتب ايه IP authentication mode MD5 mode EIGRP 1 MD5، وبعدين IP authentication keychain EIGRP ال EIGRP autonomous system بتاع 1. ال number of keychain هنا كام؟ 1. عظيم، حلو. هروح الى R2 واعمل نفس القصه، رينج اوف اصل 0 ل 0، بس الاول اكريت الكيتشن كي تشين 1 كي 1 كي سترينج سيسكو 1 2 3، بعد كده اروح لرينج اوف اصل 0 ل 0 الى 1، اي بي اوثنتيكيشن مود اي جي ار بي 1 دي 5، وبعدين اي بي اوثنتيكيشن كي تشين بالنسبه للاي جي ار بي 1، رقم الكي تشين بقى هنا كام؟ بيقول لك هنا النيم اوف كي تشين اللي هو رقمه اللي هو 1، تمام. وبعدين هنروح هنا ال R3 برضه نفس القصه، رينج اوف اس بس الاول برضه كانت كيتشن كي تشين 1 كي 1 كي سترينج سيسكو 1 2 3، وبعدين رينج اوف اس 0 ل 0 الى 1، اي بي اوثنتيكيشن ام دي مود اي جي ار بي 1 ام دي 5، بعد كده اي بي اوثنتيكيشن كي تشين اي جي ار بي 1 1، وروح ل راوتر 4 كي تشين 1 K1 key string Cisco 1 2 3، وبعدين اخش الانترفيس رينج اوف اصل 0 ل 0 الى 1، بعدين اي بي اوثنتيكيشن مود اي اي جي بي 1 ام دي 5، وبعدين اي بي اوثنتيكيشن كي تشين اي اي جي بي 1 1، بعدين هروح الى ار 5 نفس القصه رينج، بس الاول برضو كانت كي تشين مثلا، بص ممكن اخلي دي كي تشين 2، حلو كده. رقم الكي تشين لو اتغير ما بين الراوترات مش مشكله، تمام، لكن لازم نمبر كي اللي هو الكي هنا، تمام، لازم يكون متطابق ما بين كل الراوترات، وكي سترينج تكون متطابقه برضه. حلو كده، رينج باص 0 ل 0 الى 1، اي بي اوثنتيكيشن ام دي مود اي اي جي ار بي 1 ام دي 5، بعد كده اي بي اوثنتيكيشن كي تشين للاي اي جي ار بي 1، رقم الكي تشين اللي عندي كام؟ 2، صح، بس كده اهو بالظبط. adjacency عظيم، الدنيا كده تمام كده، عملت اوبجكتيف 2 كده، عملت اوبجكتيف 2 حلو. اوبجكتيف اوبجكتيف 3 بيقول لك ايه بقى؟ configure azure p classless summarization on r1 and r5. طيب حلو، لو انا رحت ال r1 وجيت عملت، او هبدا من عند r5، لو انا رحت ال r5 وعايز افيريفاي هل r5 يعرف يوصل للشبكات اللي عند r1، فاكتب show ip eigrp لا شو اي بي راوت، حلو، وانا عايزك تطلع لي الشبكات اللي هي بتبدا 192.0.0 سلاش، لا 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 اوكي، اللي هي متحدده بالسبنت دي 0.0، يعني طلع لي اي شبكه عندك نترك النت. هنا طلع لي مثلا شبكه 0.0 اللي هي على سلاش 24، طلعها لك اهي، وادي ايه المعلومات بتاعتها، تمام. طيب ممكن اكتب هات لي الشبكه اي شبكه 192.168.0.0 longer prefixes، وادوس هنا انتر. او ماي جاد، انا مفترض اخليه يجيب لي انا عايزه اخليه يجيب لي الشبكات. طب ماشي، اي اي جي ار بي 1 ماشي، هات لي الشبكات اللي انت تعرفها عن طريق ايه اللي هي جي ار بي 1، فجاب لي ال 192.168.0.0 10 20 30 اللي يعرفها اصلا المفترض اللي هي متوصله على مين؟ على R1. انا عايز R1 يختصر الايه الشبكات دي، فالمفترض R1 عنده 40 صح؟ هي فين 40؟ 40 فين؟ طب هروح كده ال R1 واعمل دو شو ران سيكشن راوتر اي اي جي ار بي 1، هو بيعلن عن 40 اهو، ليه 40 مش معروفه عند R5؟ 40 معروفه من فوق اهي، من فوق من فوق من فوق، تمام. انا عايز بقى اخلي R1 يختصر الايه الشبكات دي. انا عشان اقدر اسمرايز زي ما احنا قلنا الخطوات بتاعتنا، حول الاوكتت المتغير، فانا عندي ايه 10، انا اسف 00 و10 و20 و20 و30 وايه و40،
انا عايزك بقى عشان تعمل سمرايزيشن حول الاوكتت المتغير، حوله الباينري، ده الاوكتت الثالث المتغير ما بين الايه البريفكسز اللي قدامي او النتوركس اللي قدامي. ده زيرو ده عباره عن ايه؟ اربع اصفار كده واربع اصفار كده، تمام؟ وال1 عباره اهو اهو تمام، وال2 اهو 01 00 0 0 0 0، ال3 عباره عن 11 00 0 0 0 0، والA وال4 عباره عن 001 0 0 0 0 0. تمام حلو. الشبكات دي المفترض بتبدا 192.168 صح؟ يعني متطابقه في اول 16 بت ولا لا؟ صح؟ كلها بتبدا 192.168 يعني متطابقه في اول 16 بت. حلو. طب الاوكتت الثالث تقدر تقول لي كلهم اجمالا متطابقين فين؟ المفترض هتقول لي في الاوكتت الثالث متطابقين في كام؟ في 5 بت صح؟ فهم اجمالا الشبكات دي ال 192.168 ممكن اعبر عنهم 192.168 00 سلاش كام؟ 16 و5 كام؟ سلاش 21. حلو. بس هنا في مشكله. ايه هي المشكله؟ ودي خدناها في المحاضرات بتاعت المحاضره بتاعت السمرايزيشن. سلاش 21 ده بيديني انكريمنت كام؟ حلو؟ يعني انا عندي الشبكه دي تمام؟ السلاش 21 عباره عن 255، بعد كده 255، بعد كده ايه؟ 1 1 1 1 1 1 بيديني المفترض انكريمنت 8 تمام؟ انا اسف اها ده 128 64 32 16 8 بيديني انكريمنت 8. فالمفترض السيجمنت اللي بعد 192 دي كام؟ 192 168 مفترض كام بقى؟ 8.0 سلاش ايه؟ 21. فلما راوتر 1 يروح لراوتر 2 وراوتر 3 ويقول لهم انا متصل ب الاي بي هات اللي في الرينج ده، يعني كانه بيقول لهم انا متصل من اول دوت 0 دوت 0 الى ايه؟ دوت 7 دوت 255، اللي هو يعني رينج السيجمنت 1 هي عباره او نهايه سيجمنت 1 هي سيجمنت 2 ماينس 1. عشان كده انا جبت لك سيجمنت 2 عشان اجيب منها نهايه الرينج الاولاني. فهل راوتر 1 متصل فعلا اكشولي بالرينج ده؟ المفترض لا، هو متصل من اول دوت 0 دوت 0 الى كام؟ الى دوت 4 دوت 255، لكن من اول دوت 5 دوت 0 لحد دوت 7 دوت 255 مش متصلين عنده. طب الحل ايه؟ الحل اللي انت هتسمرايز من اول 0 دوت 0 لحد 3 دوت 0 هنا، دول هتسمرايز عليهم لوحدهم. فانا هخليه يروح لار 2 وار 3 ويقول لهم انا عارف الشبكات اللي ايه؟ اللي هي 192 00 سلاش 22. هنا بسلاش 22 انكريمنت بتاعها كام؟ المفترض الانكريمنت بتاعها تزود واحد هنا، المفترض الانكريمنت 4، فمفترض السيجمنت اللي بعدها تكون كام؟ 4 صح؟ فنهايه السيجمنت دي هتكون من كام لكام؟ من 0.0 الى ايه؟ الى 3.255. يبقى كده عملت تلخيص لاول اربع شبكات ولا لا؟ طب الشبكه الخامسه هتعمل فيها ايه؟ اعلن عنها لوحدها. اكشولي او اني واي هتعلن عن اربع شبكات في شبكه، الشبكه الخامسه في شبكه، يعني تعلن عن الخمس شبكات دول في شبكتين افضل من انك تعلن عنهم في ايه؟ في خمس عناوين، صح ولا لا؟ كلام جميل. فده اللي هعتمد عليه. يعني انا هطلع اعلان، هروح على ار 1 كده حلو، واقول لار 1 على، خلي بالك السمرايز بيتم بير انترفيس، فانا هعمله على التو انترفيسز اللي عندي، بس خليني اعمله على 0 سلاش 0 الاول تمام. واقول ايه؟ خلي بالك ار بايب بيروح لل 192.168 دول بيروح ليهم عن طريق ايه؟ بيروح عن طريق فصل الترنيه 0 سلاش 0 اللي هو فين؟ اللي هو ده، يعني بيطلع عن طريق ار 2 صح؟ طيب تعالى بقى نروح لار 1 وهروح على فاست ايثرنت 0 سلاش 0، هخليه يلخص الشبكات بس في اتجاه ار 2 بس. حلو كده؟ هنشوف حاجه مريبه هنا تمام؟ اي بي اي اي جي اي بي سمري ادرس اي اي جي ار بي 1 تمام؟ وهتعلن فين بقى الشبكات بتاعتك 192.168 0 0 وبعدين 255 255. السلاش 22 عباره عن كام؟ المفترض هو عباره عن كام في الاوكتت الثالث سلاش 22؟ المفترض هنا في 0 0 صح؟ فده بيوازي كانه سلاش تقريبا 252 252. يعني انا يا جماعه ده عليه 2 يبقى 254، 1 يبقى 255، فهو فعلا 252 في الاوكتت الثالث 252 دوت 0. هو دوس انتر. اها عظيم. تعالى ال R5 كده واكتب شو اي بي راوت اجر بي 1. هو دلوقتي اهو بص عارف السمرايز اهو، بيقول لك انا بروح ل 192.168 0 0 سلاش 22 تمام عن طريق فصل الترنيه 0 سلاش 0، بس مش ملاحظ هو ما عملش سمرايزيشن خالص صح؟ اهو انت فوق اهو هنا فوق
كان جايب لك 001 020 30 عن طريق فاست سنيز يشل زيرو، لكن لسه معترف بيهم، بس بيقول لك ان هو يقدر يطلع للسبيسيفيك نتوركس دي عن طريق مين؟ زيرو سلاش 1. دي قاعده الاسبيسيفيسيتي. يعني هنا كان راوتر 5 بيقول لك انا هقدر اطلع للسبريتد نتوركس دول عن طريق فاست سنيز زيرو سلاش 1. يعني كانه بيقول لك انا عن طريق فاست سنيز يشل زيرو بستلم اعلان عن سلاش 22، ومن زيرو سلاش 1 بستلم خمس اعلانات عن خمسه نتورك سبيسيفيك. فطالما سلاش 24 اعلى من سلاش 22، فراوتر 5 هيفضل ان هو يطلع على السيبريتد نتوركس عن طريق فاست ايثرنت زيرو سلاش 1، رغم ان فاست ايثرنت زيرو سلاش 1 الاتجاه ده او الطريق ده المسار الماتريك بتاعته اعلى. خدت بالك؟ طب تعالى كده من ار 5 وتعمل كده ايه؟ التريسر تريس راوت 192.168.0 او 11. انا هروح الى 11 طلع عن طريق مين؟ 10.0.0.17 صح؟ بص كده، لو انا جيت قلت تريس راوت لراوتر 5 اطلع على 1.1 طلع عن طريق مين؟ طلع عن طريق R4، راح المسار الابعد، ما راحش ليه المسار الاقل. قال لك اصل المسار الابعد ابعد اه بس محدد بالنسبه لي اكتر، موضح لي خمسه نتورك سبيسيفيك مور سبيسيفيك سبنت ماسك سلاش 22، اما اللي فوق محدد لي عنوان واحد ولكن على سلاش 22. ده قاعده السبيسيفيسيتي. الراوتر خلي بالك لو لقى مسارين، مسار محدد ومسار اكثر تحديدا، وكان المسار الاكثر تحديدا اعلى في قيمه المترك، يعني مفترض افضليته اقل من ناحيه المترك، لا ياخد المسار الاقل او الاقل في افضليه المترك، بس افضليته في السبيسيفيسيتي هتكون اعلى. خدت بالك؟ طيب كلام جميل. الحل بالنسبه لي ايه؟ هروح لار 1 واعمل نفس الامر بتاع سمرايزيشن على فاست تمييز سلاش 1 اللي عملته على زيرو سلاش 0. اها روح على ار 5 نفس القصه شويه براوت اختصر لك اهو يا باشا اهو 00 سلاش 22 يرفع عن طريق ار 2 و 40 استلم عليها اعلان مستقل لوحده. تمام كلام جميل جدا جدا جدا. طيب حلو هنعمل نفس القصه عند ار 5 بقى. نروح لار 5 ونقول له انترفيس رينج فاست تمييز يشل 0 الى 1. انا برضو هلخص ال 2216 00102030 برضه نفس القصه ل 172.16.00/22 وهعلن عن ال ار 40 دي لوحدها. اروح لار 5 واعمل اي بي سامري ادرس اي او جي ار بي 1 وهعلن عن 172.16.00/255.255.255.00 وبرضه هروح الى ار 1 اهو دو شو اي بي راوت اي اي جي ار بي 1 وبرضه نفس القصه اهو 172.16.00 اهو سلاش 22. تمام حلو قوي كده. تمام ده الايه القصه بتاعت السمرايزيشن وكذلك خدنا الاوثنتيكيشن وكذلك خدنا الايه الديباج بقى والاناليسيس والقصه دي كلها. طبعا احنا في المحاضره النهارده حلينا لاب 15، خدنا فيه البيزك كونفيجريشن بتاعت الاي ار بي، خدنا كونفيجريشن الاوثنتيكيشن وكذلك كونفيجريشن السمرايزيشن. أنا أعتبر خلصت، أشوفكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.